مساء الخير، دلوقتي الساعة 9:05 بالظبط. أنا بصور لوي بيتون، هو اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. دلوقتي المحلات بتقفل وهنشوف الناس وهي جاية وماشية علشان نشوف ازاي المحلات لما تقفل معدة تبقى بتخسر الناس دي كلها. في ناس لسه جاية، في ناس تكون مثلا دخلت محل أو محلين ملحقتش تكمل، لأن يا دوبك دلوقتي الجو يعني يحتمل، لأن الشمس لسه يعني مقربة من حوالي ربع ساعة. إنما يعني دلوقتي هو الميعاد اللي الواحد يعني يقدر ينزل يتمشى فيه، لأن زي ما قلت قبل كده يعني ده محلات الغالية. وهو المول دون بصفة عامة كله محلات غالية، يعني مفيش محل رخيص. يعني شايفين الناس ماشيين، فهذه لمحة سريعة بتثبت الكلام اللي أنا بقوله، إن المول لو قعد شوية زيادة، لو ساعة كمان هيكسب. يعني ده 50%، وفي ناس دي مشكلة المحلات. وعلشان كده يعني مش كل المحلات، أنا ذكرت الموضوع ده قبل كده، يعني مش كل المحلات فتحة من زمان. في محلات يعني فتحة قريب، لأنها بتقفل وبتفتح، بيجي محلة يعني مكانها محل تاني، وساعات بيقعدوا. يعني ده مكتوب opening soon، كان مقفول مدة وهيجي حاجة تانية. فبس دي كانت لمحة سريعة عن ازاي المحلات اما والناس بتيجي تمشي كده. ولو المحل كان فاتح كان زمانه عمل شغل. وعلى العموم نشوفكم مرة تانية. سلام.